نمشي به ونعيد أصايلنا لراضيها حنا هل الركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها إذن متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل تحدياتنا متواصلة وأشواطنا مستمرة شوطا يتلوها الشوط الآخر انطلق وعلى بركة الله الشوط 17 للمفاريد البكار من المسافة ألا وهي 2 كيلومترات من السباق الثاني ضمن سباقات موسم الطائف لعام 2024 للميلاد نبدأ وإياكم ونبحر مع هذه الشعارات الباحثة عن الانتصار وعن النوماس نبدأ مع المركز الأول ومع انطلاقة واندفاعة الشامخة عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتقدم مع المركز الأول ومع بداية هذا الشوط مقدما لنا الشامخة على انطلاقة والمستوى الأول المركز الثاني الحاضر والمتواجد مع المركز الثاني من يتقدم سفر بن مبلش بن سفر البقمي مع تروجينا على المركز الثاني وعلى ثاني التحديات المركز الثالث القدوم والانطلاق من قبل شعار طالب بن راشد بن حمد الفهيد المري مع راية فخر على المركز الثالث وعلى ثالث التحديات المركز الرابع ورابع المراكز القدوم والانطلاق من قبل شعار متعب بن طالب بن محمد بن شريم المري مع انطلاقة الدرعية ومع اندفاع الدرعية على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس هنا الوصول من قبل شعار حمد بن علي بن سلامة يتقدم الهاجري على المركز الخامس ولكن العودة إلى البداية وإلى الصدارة وإلى الشامخة تنطلق مع المركز الأول بشعار عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتقدم مع انطلاقة واندفاع الشامخة مع المركز الأول بن جهيم يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح يتقدم مع انطلاقة واندفاع الشامخة مع المركز الأول تبحث عن الانتصار وعن النوماس القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة مطرة علي بن صالح بن حمد بن حمد بن محمد أبو صلعة وأيضا القادم علي بن راشد الزبداني ولكن الشامخة مع المركز الأول الصعاق قادم مع انطلاقة النو ولكن عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم لا زال مسيطر مع بداية هذا الشوط الشامخة ومطرة والنو اللحظات الأخيرة ياهو من صراع يا مالك الشامخة عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم يحسم نقطة هذا الشوط من صالح الشعار من قبل الشامخة والنقطة الثانية في هذا الصباح تهانينا يا ابن جهيم على هذا الفوز والانتصار تهانينا والف مبروك فأما ثاني المراكز كان بشعار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق مع النو المركز الثالث مطرة بشعار علي بن صالح بن حمد بن محمد أبو صلعة المركز الرابع كان بشعار أحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي مع شواهين المركز الخامس علي بن راشد بن محمد آل زبدان المري مع قطنة إذا نعود بالتهنية وبالنوماس لمالك الشامخة تهانينا يا عبد الله يا بن علي يا بن راشد يا بن جهيم يا المري يا من قدمت لنا الشامخة لتنتزع هذا النوماس بكل قوة وبكل جدارة تهانينا يا مالك الشامخة والعروض الممتازة في هذا الشوط تحسم النقطة لمالك عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم الجابر المري إذن متابعين الكرام لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني توقيت الشامخة من حصلت على المركز الأول إذن متابعينا الكرام توقيت الشامخة من حصلت على المركز الأول 2:56 و86 جزء من الثانية تهانينا لمالك الشامخة عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري من حصل مع المركز الأول تهانينا لجميع الفائزين وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ